بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في أول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم التوفيق والسداد والرشاد تمكين من المراد. الملكة الفقهية يمكن أن تحدد وتعرف بأنها هيئة نفسية يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وبناء الأحكام على أصولها، فهي هيئة نفسية تقوم بالفقيه فتثمر له هذين الأمرين: قدرة على الاستنباط بوجه صحيح سليم استكمل الشروط، والقدرة أيضا على بناء الأحكام على الأصول غير النصية. هذا باختصار ما يمكن أن تعرف به الملكة الفقهية، إلا أنها ملكة مركبة، أنها تتركب كما هو معروف من عدة ملكات ينضم بعضها إلى بعض، فتكون عنها هذه الملكة التي ترجم عليها بالملكة. وهذه الملكات منها الملكة اللغوية التي هي في الحقيقة ملكة لغوية مخصوصة، لأنها تصاغ وتبنى بقواعد أصولية زائدة عما عند اللغويين وعند النحاة. فهذا الوصف هو اتصاف بدرك هذه الملكة، شرط لهذه الملكة الفقهية كما سبق ذكرت. وهذه الملكة اللغوية المخصوصة بناها الأصوليون وصاغوها لأن ذلك كان مفروضا عليه، إذ عرض لهم في طريق تأصيل بباب الدلالات جملة من الأسئلة يجب عليهم أن يجيبوا عنها بما يعتبر أصولا في مواضعه. ومن ذلك أنها يرد عليهم الاستفسار عن أصول هذه الأرقاد التي تحتها الفقه، الذي يكون الفقه تحتها، مثل الأمر والنهي والعموم والخصوص والتقييد والإطلاق، ولذلك من المواضيع التي عارضت للأنظار عندهم فلزمهم أن يضعوا فيها أصول. لغوية لأن القرآن والسنة كانا بلسان عربي مبين، فوجب الاستقصاء والغوص في أعماق هذه الألفاظ للإجابة عن هذه الأسئلة التي لا مفر من الجواب عنها بأصول تكون متمسك الفقيه في هذه المواضيع وما أشبهها. وهذه الملكة المتعلقة بهذه اللغة تكفلت كتب الأصول بمادتها وبما يحقق الاتصاف، ذلك أن الدارس لهذه المادة في أصول الفقه يدرسها ثم يعيد دراستها ثم يواظب على تنزيل هذه القواعد التي تعلمها ويكرر ذلك مرارا وتكرارا إلى أن يقوم به هذا الوصف الذي يسمى الملكة اللغوية المخصوصة التي تؤخذ من فنه. فإذا ما عرض له لفظ من هذه الألفاظ فإنه يستحضر هذه المادة متداعية على نفسه بمجرد طرق هذا اللفظ وذنه، فيتصرف حينئذ على بصيرة ويعلم أن هذه الواردات التي ترد عليه في مجرى تقرير الأحكام في هذه الألفاظ هي الراجحة، أو أنها ضعيفة، أو أنها قد ردت بأدلة انقضت بردها، وهكذا يكون الأمر. إذن فهذه الملكة الأولى التي يجب أن تكون قائمة بهذا الذي يبحث عن الملكة، وهي في حقيقة الأمر لا يمكن التحرك في الفقه على بصيرة وعلى رشد وسداد بدونها، مستحيل أن يقع ذلك إلا إذا كان المرء يأتي هذا الأمر فيتخبط ويرجح بلا مرجح ويسير في كثير مما يقوله إلى التحكم المحض، وهذا في الحقيقة أمر يجب أن يتنبه. هذا باختصار ما يتعلق بالملكة اللغوية التي يتوقف عليها هذه الملكة. وذو الرغبة في المزيد من
الإحاطة بهذه الملكة يرجع إلى هذه المادة في باب الدلالات في كتب الأصول، فإنه سيلفي هناك ما يرشده إلى هذا الأمر على سداد. ولا بد من التنبيه مرة أخرى على أن هذه الملكة أساسية. حتى قيل فيما قيل في هذا الشأن: إن مراتب الاجتهاد قدرة على الاستنباط إنما تكون بحسب التضلع في هذه اللغة، فمن كان في مرتبة متوسطة من هذه الملكة اللغوية كان كذلك في مسألة النظر الفقهي والاجتهاد والاستنباط، ومن كان ذا ملكة قوية في ذلك تحققت له الإحاطة بهذا الذي سيعرض له من الاستنباط والنظر فيه. إذن هذه الملكة الأولى الأساسية في هذه الملكة التي هي الملكة. ثم بعد ذلك تأتي الملكات الأخرى، ومن ذلك ملكة الترجيح بين الأدلة. من المعلوم أن ملكة الجمع أولا، إذ الأدلة الشرعية الأصل فيها هو التعارض في الظاهر، وهذا أمر لا يمكن تجاهله أو جحده وإنكاره، فإن الموضوع إذا وضع وسلط عليه النظر ثم حلل ما تركب منه من مادة تحتاج إلى التفكيك، ثم بعد ذلك نظر فيما وضعه الشرع فيه من معالم الأحكام، فإنه إذا ما استدعى الأدلة فإنها في غالب الأحوال تتداعى وتكون متعارضة، هذا لا مفر. ولكن بعد ذلك يصير إلى الاستنجاد بملكة الجمع، ولا شك أن هذا الأمر واجب شرعي لما تقتضيه عقيدة المسلم من استحالة التعارض بين الأدلة الشرعية في حقيقة. ولذلك فإنه إن وسعه وتأتى له الجمع فإنه يجب عليه المصير ولا بد منه، والجمع له طرق، من ذلك ما هو منحوت وموجود ومسطور، وقد وضع مفصلا في كتاب التعادل والترجيح في كتب، إذ ذكرت في هذا الموضوع جملة من هذه المسالك والطرق التي تسلك إلى هذا الأمر الجمع بين. وعلى كل حال لا شك أن هذا فيه خلافات، ومن الناس من أكثر من بيان هذه الطرق، ومنهم من أقل منها، ومنهم من يرى بعض الوجوه تفيد الترجيح، ومنهم من لا يرى ذلك، وكل مسائل الاجتهاد الظنية هذا هو حال. فلا بد من أن يكون الناظر في هذا المقام بصيرا بما يختاره وما يراه ضعيفا، وهكذا في سائر ما يعرض للنظر الفقهي، لأن الله تعالى عرضه مبني على النظر. وفي شأن النصوص هذا الأمر يمكن أن يحاط به في دراسة هذه المادة التي سطرت في هذا الشأن كما سبق ذكرنا. لكن الذي يشق كثيرا ويصعب هو الجمع بين المناطق، بحيث إذا تعارض وصفان أحدهما استدعى أدلة شرعية تقضي بالإباحة، والآخر استدعى أدلة تقضي بمنع ذلك، هذا هو الذي فيه صعوبة في الترجيح في الجمع، إذ يحتاج ذلك إلى معرفة المسالك التي كانت قد وضعت عند السلف من أهل العلم في هذا الشأن، فينظر في النظائر والإشباه التي تقرر فيها هذا الأمر عند المتقدمين، يمكن له أن ينتفع بذلك. في الكتب التي جمعت بين الفقه وتفسير النصوص الحديث جملة من هذه الطرق، فبعضها يكون مضطردا وبعضها يختص بحالة دون حالة، ودون التشوف إلى الاطلاع هذا يلزمه أن يرجع مثلا إلى فتح الباري الذي اعتنى صاحبه حافظ رحمه الله بهذا الجانب اعتناء خاصا، ونقل فيه ما قرره فيه من سبقه من وجوه الجمع بين المناطق، كما هو الحال أيضا في الجمع بين النصوص أيضا في الصدارة. الجمع بين المناطق، الجمع بين النصوص
يجب أن يكون أيضا قد اكتسب ملكته، بحيث إذا عرض هذا مع هذا النص مع هذا النص، أو هذا المناط مع هذا المناط، فذو الدربة في الفقه يورد الجمع بينها على سبيل متقرر عنده في المسألة، فيأتي بهذا الشيء واضحا جليا ويستدل عليه بما يقتضيه ويستدل عليه بما يوجبه ويقتضيه منه. هذه مالا. وللعلماء بعض المسالك المخصوصة بهم كتعدد الوقائع متعان وتعدد الأحوال وتعدد الجهات وتعدد البلدان وتعدد الأعراف إلى آخره، كل هذا مطرح للنظر والبحث، لكن الترجيح لوجه هذا الجمع دون هذا الجمع يحتاج إلى أن يكون حاصلا بشهادة الشهادة، لأنه من المعروف أن أي حركة وسكون في هذه المادة يجب أن تكون دائما مصادة وموجهة بطلب من الشرع أو بإذن منه، إما أن نطلب ذلك فيكون ذلك واجبا ومندوبا، وإما أن يأذن فيه فيكون ذلك من قسم الإباحة فيصير إليه السائر، لأن هذه أفعال أفعال المكلفين في الخارج، فلا يمكن للشخص أن يقدم على فعل لا يعلم أنه مما أباحه. فإذا ذهب إلى جمع هذا المناط مع هذا المناط بطريقة ما، فلا شك أنه لن يأتي ذلك إلا عندما يرى بأن هذا الشخص قد أذن فيه شرعا، وأنه لا محظور ولا ممنوع فيه، وأن هذا الذي أتاه قد أتاه بإذن من الشرع وإباحة، كما يفعل في أموره الأخرى في الحياة، تل في أعماله في الحياة، من حيث إنه كان يأتي الأمور التي يرى بأن الشرع دين فيها ويتجنب ويتوقع ما سواه. هذا اختصار ما يتعلق بباب الجمع والملك. كيف تحصل الملك؟ كما سبق أن ذكر فيما سلف، سبيل تحصيل الملكات واحد، هو أولا تحصيل المادة اطلاع عليها، لأنها هي مبادئ الحركة العقلية في هذا الفن، حصلها أولا. أعلم مثلا أن الطرق الجمعي تصل إلى 20 أو 30 أو 100 أو أقل أو أكثر، حتى إذا حصل ذلك في ذهنه باعتباره مبدأ من مبادئ الحركة في هذا العلم، حينئذ يقرر التنزيل والعمل، فلا يقتصر فقط على تحصيل المادة، بل يجب على أن يخطو خطوة أهم من تحصيل المادي، وهو تنزيل والعمل. فإذا كان قد حصل المادة هكذا والكفة عن التطبيق والتنزيل، فبالضرورة أنه لم يفيده ذلك أي شيء، لأنه لم يتربى ولم يتهدف بهذا الفن، فيكون حينئذ بالأمل. هذا الأمر كل يعرفه، أن التكرار والمواظبة تغير النفوس، تغير العقول، تغير المدارك، تغير المعارف، تبني الإنسان، إما بسوء وإما بحسن. إذن فهذه هي الملكة الثانية، وهي ملكة لا بد منها، لأنها واجبة شرعا، إذ لا يمكن أن تهمل دليلا شرعيا ما أمكن ذلك، لأن في الإعراض عما أنزله الله، في الإعراض عما قاله صاحب الشريعة عليه السلام، فلا بد أن يصرح حينئذ إلى الجمع إمام. والذي لا يعرف أن الجمع شرط فإنه يخطئ في كثير من الأحكام، والجمع يستلزم التريث في جمع الأدلة، لأن الأصل في الأحكام الشرعية لا تنشر بحكم واحد ولا بحديث واحد، ومما يقع فيه الناس في هذا الأصل من الخطأ أنه يطلع على حديثين وعلى نصين وعلى قاعدتين وعلى شيء، ثم بعد ذلك ينزل الحكم من غير أن ينظر في هذه الأدلة الأخرى التي وردت في موضوع الحكم، وهذا خطأ فاحش قد شاع في هذا الزمان كثيرا. الواجب على الناظر أن يستفرغ الجهد في استحضار جميع الأدلة المتعلقة بالموضوع، ثم يتصرف حينئذ بما يقتضيه حال تلك الأدلة، ما بالتقييد، ما بالتخصيص، ما بالناس، ما بوجه من وجوه التي هي معروفة في النظر الفقهي بها. إذن خلاصة الكلام أن الجمع بين الأدلة ملكة يجب أن تحصل على قدر المستطاع، ويجب أن لا تغيب عن الذهن حين النظر الفقهي، حتى يعلم الناس نعم المناط هي العلة، المناط هو العلة، جواب عن سؤال ورد، المناط هو العلة، هو الشيء الذي علق به الحكم الشرعي
الحكم، مثلا السبب، المانع، العلة، الشرط، ولا تسمى مناطق لأنها علاقة شرع بها الحكم، لا بود من وجوده قبل المصادر. إذا ملكة الجمع هي التي تكون بعد ملكة اللغوية على الوجه الذي تقدم. الملكة الثالثة التي تكون بعد هذه ملكة الترجيح. خلاص الإنسان بذل الجهد في الجمع وأتى كل ما يستطيعه، فما تمكن من الجمع أنه لا يسعفه شيء من الأدلة على ذلك، قعد التباين والتعارض على وجه يستحيل معه، هو معذور في هذه الحالة لينتقل إلى الترجيح. والترجيح كما هو معروف هو مادة يقدم فيها دليل على دليل، وما تقدم أن ذكرنا فالترجيح بعد الجمع، بعد تعذر الجمع. وللناس في هذا مسالك مختلفة، منهم من يرى بأن الترجيح لا يتحقق إلا باستيعاب المفاهيم، هذا شرط، لا يمكن للشخص أن يكون ممن يدخل في ملكة الترجيح إلا إذا استوعب المفاهيم، ما المفهوم؟ هم العبادة الفلانية، هم المعاملة الفلانية، مفهوم الوصف الفلاني، هكذا محيطا بذلك، بحيث أن هذا هو الذي يفكر به. أن الفقيه في مرحلة من مراحل النظر كان يفكر بتلك اللغة العلمية التي مارسها زمانا. ولذلك مثلا قد يدعي الشخص أنه يريد أن يرجح، لكن كان ضعيفا في المفاهيم، تنفلت منه دلالتها ولا ترد على ذهنه كاملة. مثلا أنه كان ينظر في مسألة مسائل البيع أو مسألة مسائل الإجارة، ولكن الإجارة لم مفهوم الإجارة لم يعمل في ذهنه على الوجه المطلوب، أو مفهوم البيع لا يتحرك في ذهنه على الوجه المطلوب، يقع في الخطأ، لأنه ذاك المادة، ذاك المفهوم الذي يجب أن يكون قائدا له في ذلك ليس عاملا في ذهنه على وجه المطلوب. ماذا يقع؟ أنه قد يسقط موجب هذا المفهوم ويأخذ بشيء خارجي فيلهيه عن حقيقة ما هو فيه. وقد وقع ذلك كثيرا في الاعتراضات التي تكون على بعض الفقهاء، أنه كان قد انفلت منه المفهوم الذي فيه الكلام، فبدا له الانجرار وراء مسألة أمر جره إلى جهة أخرى، فانفلت منه هذا الذي يجب عليه أن يكون قائده في هذا المطلب. هذا معروف كثير من إذا رجعت من الفروع الفقهية ستجدون أن هذا الأمر مما يعرض للنظر، وهذا لا يخفى على كل من شد طرفا من علمه. إذا هذا أساس في الترجيح، لا بد من المفهوم ولا بد أن يطلع على ما قرره المتقدمون في تقديم النصوص بعض على بعض كما سبق أن ذكر، ولا بد أن يطلع على مراتب العلل يعلمها، ولا بد أن يطلع على مراتب القياس، ولا بد أن يطلع أيضا على مراتب الاستدلال، ولا بد أن يطلع على مراتب الاستدلال. فهذا لا بد منه إذا كان هذه سعي للترجيح بين ما يعرض له في مجاله في بناء الأحكام والاستنباط ضروري. مثلا إذا لم يطلع على مراتب القياس ربما يجره قياس شبه في محل قياس علة مثلا، أو بناء في الفارق مثلا. ممكن مثلا يهدروا استصحابان، فيكون الاستصحاب الضعيف قد سبق إلى ذهنه فبنى عليه الحكم وترك الاستصحاب المعتبر الذي هو أقوى منه. كذلك أيضا يقال في جملة من الأصول فلها مراتب، ومن خفيت عليه مراتب هذه الأصول يتخبط في النظر الفقهي، ومن ضبطها ضبطا محكما ومشى بخطوة خطوة 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 إلى أن يصل إلى هذا الأصل لأنه انتهى إليه النظر، فإنه يقع في الخطأ. إذن لا بد أن يمضي الإنسان في هذا على معالم محددة، يبدأ أولا بالخطوة الأولى، فإذا كان عرض له مثلا النظر في أمر ليس فيه دليل نصي فإنه يذهب إلى الأصل الذي عرض له، ثم ينظر حينئذ في حقيقة هذا الفرع الذي ينظر فيه اندرج ولم يندرج، ثم إذا تعددت الاندراجات تحت أصول مختلفة فإنه حينئذ سيصل إلى الترتيب. والترتيب لا بد منه، لا ترتيب الأدلة لا مفر. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل على ما في هذا الحديث من خلاف بين النظار فيه، حينما سأل معاذ بن جبل بما تحكم كان رتبه، فصار الترتيب حينئذ أمرا مشهودا له بأدلة الشرع بما تقضي بكتاب الله بسنة الرسول.
هذا الآن سواء قيل بأنه صحيح أو لم يصح أو ما فيه، هو أمر مدت عليه الأمة، فإن لم يثبت بحديث معاذ فقد ثبت بالإجماع. إذ لا أحد في الدنيا يمكن أن يأتي من أهل الفقه فيقول لا، إن الترتيب ليس مسالك علميا تتبع، هذا خطأ. لا بد إذا دخلت إلى أي أصل أن تعرف هذا السبيل فيه، وهذا يحقق لك ملكة الترجمة ويمكنك حينئذ من هذا الأمر على تمام وسلامة. فإن تعذر عندك هذا فلا ريب أنه ربما يختل ميزانك النظري ويسيرك بسيرك بك الأمر للوقوع. وأنت ترى هذا في كثير مما يشع في هذا الزمان ممن يدعون أنهم لهم بصر بالفقه، يقفزوا إلى الشيء دون أن يمر في المراحل التي يقتضيها هذا الموضوع الذي ينظر فيه، ويقع في خطأ كما هو معروف. وبعض الناس يغلو فيما يبدو له من النظر في الشيء فيظن بأنه تمسك بما هو صحيح، وفي الحقيقة أن هذا كان من ضعف تكوينه. خلاصة القول أن الترجيح يجب أن يكون ملكة قائمة بالناس، ولكن كما سبق أن ذكر لا بد من التربية على ذلك، لا بد من التكوين عليه، لا بد من الاستمرار زمنا عليه. هذا عمل يقوم بالذات، والذي يريد أن يتعلم هذا الشيء بهذه البساطة، جملة من المعلومات، قراءة في كتاب، قراءة مبعثرة، هذا لا يمكن أن يحصل الغرض ولن يدرك المراد، يمكن من المراد، وهذا معروف في طبيعة الأشياء. والواقع لا يمكن أن يغير، الواقع لا يرتفع كما يقال، لا بد من الخضوع لما تقتضيه هذه المواضع وتلزم به من أن يكون الشخص قد وضع برنامجا علميا يتبعه، طال الزمان أو قصر سيصل، كل ما سار على الدرب الوسط. إذن فهذا شرط أساسي في هذا المقام، لا بد أن يكون الشخص داريا بهذه الجهات كلها في الترجيح، استفيد مما تقرر في باب التعادل والترجيح، استفيد في باب القياس في مراتب العلل، استفيد في مراتب القياس، استفيد في مراتب الاستحسان، كل هذه الأشياء استفيد منها، حتى إذا عرض له شيء من هذه الأشياء فبالضرورة أنه سيعلم المسلك الذي سيتبعه على سهولة وعلى يسر، ولا يعجزه حينئذ ما قد يعرض له من نوازل وما يقح من حوادث. فمعالم الشرع عنده منتصبة، وطريق التصرف فيها عنده مضبوط ومعلوم، أو قد يكون خطأ، قدر مثلا أنه قد ينفلت منه بعض النظر الذي ليس على سداد، ولكن هذا طبيعة الإنسان، هذا لا يضر. المهم إذن في المرتبة الثالثة تقع مرتبة الترجيح، ولا بد منها ملكة الترجيح. هل يشترط أن تكون ملكة؟ هذا هو المظنون، هذا هو المطلوب. فإن تعذر ذلك حيث صار الإنسان ما زال عنده في هذا الشيء من الضعف، فلا بد أن يستعين حينئذ بمراجعة الكتب، ولكن الحال يكون ليس على طمأنينة مما يفعل، وليس على تراجي صدر، قد يعرض له نوع من عدم الثقة فيما يفعله، قد يتوهم بأنه ترك أمورا وعلم بأمور ولم يكن قد قرأ هذه المادة على الوجه المطلوب، فحينئذ ربما يصير متحيرا بين هذا وذاك. وهذا في الحقيقة مما يجب على طالب الفقه أن يتوقع جهد المستطاع. ولكن الإنسان لا يمكن أن يكلف فوق طاقته، ولكن لا بد أن يسعى تكون له طاقة كافية في هذا الباب إذا بغى الله سبحانه وتعالى، إذا رضى الله تعالى ذلك. إذن فملكة الترجيح هذه يجب أن نعلم بأنها مندرجة في الملكة. ثم باختصار، كل هذا اختصرنا فيه الكلام، وإلا في الموضوع طويل، في هذه الأشياء هذه المواضيع طويل فيها الكلام، لا يحتاج إلى التمثيل ويحتاج إلى الإتيان ببعض هذه النصوص حتى ينزل عليها هذا، ولكن هذا في الحقيقة سيستغرق زمانا طويلا. وهذا الكلمة فقط جملية تعطي معالم هذه الملكة على وجه يمكن أن تتصور بها مركبة في الأذهان، وهذا هو الغرض. ثم بعد ملكة الجمع أيضا توجد ملكة التوجيه، التخريج، ثم التخريج أولى أن يقدم. والتخريج هذا هو عمل يقوم به الفقيه في بناء الفروع على الأصول، بناء الفروع على الأصول، ومنهم من يقول تخريج الفروع على الأصول، كلاهما بمعنى واحد، بمعنى خرج الفرع على الأصل، بناه عليه وأدرجه تحته، هو المقصود. التخريج هذا له أحوال وينقسم إلى أقسام. التخريج على القواعد الأصول، وهذا يتعلمه الطالب الدارس لأصول، فيجمع ما بين الدراسة وما بين التنزيل.
قد وضعت في هذا الشريف كتب، مثلا كتب الزنجاني، كتب قطع الفروع، كتاب الإسناوي، ذلك كتاب الحمساني، ذلك كتاب ابن اللحام. هؤلاء العلماء كلهم وضعوا هذه الكتب في هذا الأمر الذي لا يمكن الاستغناء، لأن القاعدة إذا جاءت لا بد أن يكون المرء عارفا كيف ينزله، أن السبق إلى التنزيل من غير معرفة تمام مطابقة خطأ كبير. إذ القاعدة كيفما كانت فقهية أو أصولية نحوية كما كانت ليست إلا فهي ليست قطعية، إنما هي أكثرية أغلب. ولذلك على من أراد أن ينزل قاعدة على مفرد من مفردات، جزئية من الجزئيات، مسألة من المسألات، نازلة من النوازل، أن ينظر أولا في فقد المانع، فإنه إن وجد المانع فإن القاعدة لا تنزل على الجزء. وفي كثير من الحالات المرء قد يغفل على أن هذه الجزئية قد اندرجت تحت قاعدة أخرى فكانت أولى بها، فجذبتها إليها وجردتها من سلطان القاعدة الأخرى. فوجب على ذي البصيرة في الفقه أن يتفطن لهذا الأمر الذي يعرض في مقام تخريجه، فهو مهم جدا. وتخريج على القاعدة يجب أن يكون بهذا الميزان، المطابقة التامة. بعض المرات يكون المفرد يظهر لك بأنه مندرج تحت القاعدة، وكاين إذا جاء خبير وهذا المفرد غير مندرج، هذا المفرد غير مندرج تحت هذه القاعدة، والسبب في ذلك هو أن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. نعم، وقاعدة لك مثلا في مسألة هل الأمور بما كما هو معروف في عند المذهب المالكي، في مسألة هل العبرة بأوائل الأشياء وبخواتمها، قاعدة معروفة، وبعض الفقهاء قد وقع فيها في الخطأ كما ذكر ذلك الخارف بن رشد. تنزيل القاعدة على الجزئية يجب أن يتأكد من أن ذلك المفرد فعلا من مفرداتها، وهب أنه من مفرداتها، قد يكون فيه وصف يمنع هذا المفرد من دخول القاعدة، فليجر إلى القاعدة التي قد جرت عليه. والسنة النبوية قد وقع فيها هذا، فبعض المفردات تدخل تحت المحرم ثم يكون فيها الرفق فتدخل تحت المباح، وقد يأتي هذا الشيء ليدخل مثلا تحت هذا الأمر، هذه القاعدة، فيأتي الشرع فيدخلها تحت قاعدة أخرى كما هو معروف فيما يسمى بالرخص الشرعية، فيما يسمى بالعقود المستثناة، وهي معروفة فننظر بها المساقات والقراض والعالية هذه بنية الشريعة. والمرء لا يمكن له إلا أن يتبع هذه المسالك المنتصبة الموضوعة وهذه المعالم المنتصبة في هذا. إذا فما يتعلق بالتخريج يكون على القاعدة الفقهية، ويكون على قاعدة الأصول، ويكون أيضا عند أتباع المذاهب على رأي الفقيه المجتهد، وهو الذي غلب الآن إطلاقه في كتب الفقه، بينما يقول هذا مخرج على ما في المدونة، هذا مخرج على قول مالك ما تنفعت به، هذا قوم على قول الشافعي في الأم، هذا مخرج على قول مثلا فلان في كتاب، هكذا. هذا معروف ومشهور في كتب المتأخرين. وقد طرح سؤال في باب القياس مشهور، هل يجوز قياس فرع على فرع؟ ولا يجوز، وفيه ما فيه من الخلاف والبحث. منهم من يقول ما الفرق بين أن تقيس الفرع على الفرع أو أن تقيس الفرع على الأصل مع أن العلة واحدة، وما الفائدة أن تقيس الفرع على الفرع مع وجود العلة في الأصل؟ ما الفرق؟ لكن سؤال طرح لأنه أمر واقع، لأن أمر واقع موجود في كتب الفقه، خرجه فلان على قول فلان، على قول إمام فلان وعلى قول إمام فلان، موجود. هل يعتبر هذا من باب التقليد؟ لا، لا يعرف، هذا من باب الحق الأنظار والأشباه بعضها ببعض. نعم، إذا كان قد حقه به فقط ولم يعلم من أين أخذه ذلك الإمام، من أين أخذ هذا الفرع، نعم هذا يعتبر تقليد. لكن إذا عرف مثلا أن هذا الشيء، أن هذا الحكم مثلا أن النبيذ حرام قياسا على الخمر، ثم جاء شيء يشبه الخمر فقاسه على النبيذ لشدة الشبه بينهما، فإن هذا لا يعتبر تقليدا، لأن المحكم في نهاية الأمر إنما هو ذلك الدين الشرعي الأصل، إنما الخمر والميسر مثلا، هذا مثلا، وكذلك في الربا، وكذلك في غير ذلك، وكذلك في الصبي. إذا
إذا التوجيه انحصر إذن في هذه الأشياء الثلاثة على القول على في الغالب. أما التخريج إما أن يخرج على أصل فقهي أو على قاعدة فقهية، على قاعدة أصولية وقاعدة فقهية وعلى قول، لكن هذا أيضا رجع للقاعدة الفقهية، والتخريج على القاعدة الأصولية يجب أن تكون فيه الممارسة والممارسة والمواظبة وعرض النتائج على من يعرف دقائق هذا التصرف. فإن من الناس من كان يتصرف في تنزيل القواعد مدة من الزمن، ولكن كان دائما يخطئ لأنه ضعف في بعض الجهات فخفي أنها محل البطلان والفساد فيها. ثم تنزيل القاعدة الفقهية لا تختلف كثيرا عن القاعدة الأصولية، وإن كان غالب الفقه هو تنزيل القاعدة الفقهية، تنزيل القواعد الفقهية هو الغالب الكثير، لأن تنزيل القواعد الأصولية نادرة جدا لأنها لا تكون إلا في الألفاظ، ولذلك كان سلطانها بالدلالات، ووجودها في بعض المواضيع يسير في الغالب هذه القاعدة الفقهية. الفرق بين القاعدة الفقهية القاعدة الأصولية والفقهية أن القاعدة الأصولية تتعلق بصفات الأدلة، وأما القاعدة الفقهية فموضوعها صفات المكلف وموضوعه يختلف الموضوع. فإذا نظرت إلى القاعدة الفقهية تجد دائما أن الموضوع موضوعها دليل شرعي أو جزء منه أو شيء من الدليل. مثلا يقال الأمر الوجوب، الأمر الذي نطق به دليل، لكن إذا رجعت إلى القاعدة الفقهية فإنك تجد أن المواضيع هي المكلف موضع المعدوم شرعا المعدوم حسا. هذه صفة من الأشياء الخارجية التي هي محل. فقد اتينا بهذا لا يعلم الفرق باختصار، وإلا فالفروق معروفة خمسة فلا حاجة إلى تذكير. إذن إذا حصلت ملكة التخريج فإنه حينئذ تبقى ملكة ينتقلون ملكة التوجيه، وهي صناعة يأتيها الفقيه لأمرين: أن يوجه الدليل الذي عنده بين الوجه الذي دل به على الدليل على هذا الحكم الذي قاله، مثلا يجيء بدليل من القرآن أو الحديث أو دليل ما، ويقال لهم ما وجه دلالته على، إننا لا نرى علاقة بين هذا الحكم وبين هذا الدليل الذي سقته. إيش ما علاقة بين هذا الدليل وهذا الحكم الآن؟ ما فهمنا شيئا مما تقول. وظيفته حينئذ أن يبين وجه دلالة ذلك الدليل على ذلك. خبير بأنه لا يمكن له أن يتصرف هكذا بدون ضوابط، بل سيراقب، لأنه قد يقول وجه دلالة هذا الدليل على هذا الحكم أنه مطابق عليه لغة أو شرعا أو عرفا، سيسلم له ذلك إذا كان هذا المقام يقبل، أو يقول بأن هذا وجه دلالة على هذا أنه يتضمنه ثم يناقش في وجه التضمن. فإن أبداه وأظهره واحتج عليه وكان الأمر كما قال وطابق الواقع قدم له وجه الدلالة. ثم إذا قال بأنه يدل عليه على جانب الالتزام، لا ليس مطابق أو لا تضمنا، بل هذا من جهة العقل التزام لا يلفقان في الأذهان، لا يلفقان في الشعر، لا يلفقان في الأذهان. مثلا إذا استطاع أن يثبت هذا الأمر حينئذ ولو وجهت أحسنت أنت تحسن التوجيه، لأن من الناس الآن من يطلق اللفظ دون أن يكون مطابقا، ثم الناس يجلسون يصفقون يقول ما وجه دلالة هذا الدليل على هذا الحكم، أول الموضوع مختلف لا يتضمنه، بينهما بين الجزء وهذا الاستدلال تباين، كيف استدلت به؟ التوجيه أمر ضروري ولا بد منه، فإن لم يتفضل له وقع اللعب بالأدلة الشرعية الإنسان ليس في المنزل. ويسمع ويقوله بما تسمع الآن أدلة تروج ولا علاقة لها بمدعي الاستدلال، إنما هو التخبط، يذهب إلى شبه شيء فيأتي به ثم إلى شبه شيء فيأتي به ثم حتى يصير إلى أقصى ما وصل إليه كلامه. فقط ضعف شديد في الفقه كما هو معروف ومشاهد في هذا الزمان كما معلوم، لا حاجة إلى استدلال عليه بالأمثلة ولا إلى ذكر من كان يخوض في هذا الشأن بهذا السبب. هم كثيرون، الكلام في هذا الموضوع يكاد يكون واجبا على طلبة العلم أن يعتنوا هذا الموضوع ديال التوجيه. أنا استدلال الأدلة بدون ضوابط بدون منهاج بدون حدود بدون قواعد يفضل لك إلى التلاعب بين النصوص الشرعية،
أن المتقدمين كانوا قد فتحوا باب الحرية، فتحوا باب النظر، فتحوا باب البحث في هذا الشأن على أعلى مراتب، ولم يكونوا أبدا يمنعون الإنسان من أن يطرح هذه الفئات، ثم يجاب، ثم يقع الإيراد، ثم يقع الانفصال، ثم يقع الإيراد، ثم الانفصال، ثم المناقشات، ثم الاستدلال، ثم وهذا كله لا علاقة له بالشخص الذي انفصل الناس عن الأشخاص وسلطوا النظر على الموضوع. كيفما كان هذا الشخص، كيفما كانت مرتبته، كيفما كان علمه، كيفما كانت إمامته، هذا كله يمحق من الاعتبار، لأن العلم ينفصل عن صاحبه بمجرد ما يقول، ليس على نظرية موت المؤلف على كل حال، ولا على نظرية موت الحقيقة، ولا على أن النص ملك من القارئ كما يقول رباب اللسان يزول رحمه وما شابه ذلك، لكن بوجه آخر، أن هذا الموضوع له كليات وله أمور يجب أن تخصص بالنظر. خلاصة الكلام أن توجيه القول وبيان هذا، حتى لو استدل مثلا بالقاعدة أو استدل بالمناط أو بالعلة، يجب أن يقال ما وجه هذا الاستدلال، بين لنا وجه هذا الاستدلال. ويجب شرعا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ما وجه الاستدلال بهذا الدليل على هذا الفرع. إذن هذا توجيه الدليل لا بد منه في الاستدلال. الأمر الثاني أن توجه أقوال الفقهاء، ومعناه أن توجه أن يبين وجه القول بها، وغالبا ما يكون المراد بيان دليلها، بيان حجتها، وبيان مستندها، اسم هذا توجيه رأي الفقهاء. وهذا متعلقه الدرس الفقهي، فالدارس للفقه من أعماله التي تجب عليه أن يقوم بها أن يبين وجه هذه الأقوال، يوجه هذه الأقوال التي للفقهاء. مثلا قد يسمع الشافعي يقول كلاما، ومالك، وحنفاء، وسمع أولي الأئمة وما غيرهم علماء يسموهم بعشرة الآلاف، فيريد أن يعرف من أين أخذهم، وبحكم أنهما يشتركان في الأصول، وبحكم أنه يعلم الأصول العامة، وبمقتضى أنه يتنبه لما يتنبه أي فقيه على وجه الأرض، وهو الدليل المنتصب في الجزئيات، بالضرورة يدرك ما يخطئ، لكن ذلك الدليل الذي يأتي به سيكون مناسبا لذلك. واشتهر بعض العلماء بصناعة التوجيه والتدريب عليه بكتبهم، مثل الإمام المازيري جملة من علماء الشافعية والحنفية، لأن الصناعة الفقهية واحدة، ولا يمكن أن يقال هذا مثلا تكون في الفقه المالكي، لا يمكن أن تكون له الصناعة في الفقه الشافعي، وهل تعلم في الصناعة في الفقه الشافعي لا يمكن أن تكون ملكته حنفية، هذا خطأ. ملكي ملكة واحدة، نفس المادة ونفس المنهج، مع الاختلاف في الاختيارات والاعتبارات. وإذا يمكن للشافعي أن ينتقل مباشرة، مجتهد في المذهب الشافعي يمكن أن ينتقل إلى المذهب المالكي ويجتهد ويلاحظ ويناقش وينظر المناطات ويوجه ويستعمل ويخرج ويرجع بنفس الطريقة التي يذهب بها المالكي. نعم، قد يكون بينهما بعض الاختلافات في الاعتبارات والترجيحات وبعض المعالم وبعض الاعتبارات، فيقع الاختلاف في الفروع، هذا وارد في تكوين بعض الأمور التكوينية، ولكن أن يكون على وجه الجملة الخلاف بينهما خلافا فاصلا فيصلا، هذا لا سبيل إليه، لأن الدين كله يرجع إلى مشكلة واحدة، هو هذا الذي سمعتم، قرآن النزال، قرأ بلسان عربي مبين، حدد ثم بعد ذلك ننظر في توجيه هذه الأشياء على الطريقة التي يبين بها هذا الوجه، ثم بعد ذلك يحكم المرء في الاستنباط، ويجب عليه أن يلتزم بحدود الشرع وتستمر المسيرة إلى النهاية. لا فرق في القواعد القلبية ولا القواعد العقلية ولا الاعتقادية في هذا الباب، كما أنه لا تختلف المادة التي تستعمل، لأن الاختيارات هذه لا بد منها، فقد يكون في المذهب الواحد مع من معه في نفس المذهب، هذا لا. إذن التوجيه توجيه الدليل، وهذا يحتاج إلى الممارسة. في بعض الحالات قد تظن أن الشيء قد دخل بالالتزام وهو لم يدخل، وقد تظن التضمن في غير محله، ولذلك يجب أن تصفى هذه الأوهام وهذه الخواطر حتى يبقى ذلك الشيء الذي يكون صحيحا ويكون مفهوما. وما قيل أيضا في هذا في توجيه الأدلة يقال في توجيه كلام العلماء، وليس بلازم في توجيهه أن تأتي بالحقيقة، بل يجب أن تبين الشرعية فقط. لا يجب أن تقول مثلا وقد قال مثلا ابن رشد هذا الفرع وذهب إليه،
وهو مخرج على قاعدة كذا وعلى الدليل الفلاني وعلى مفهوم الآية الفلانية وعلى معنى نستنبط من هذا النص، أنت لابد أن تصيب ما قصده ابن رشد وما قاله مثلا، هذا ليس بشرط، وما قاله الميزانية وما قاله محمد الحسن الشيباني هذا بشرط. إذا أتيت بدليل يناسب هذا الحكم فهذا كافي، أنه إذا قيل لك ما الذي أباح هذا الشيء فقلت كذا خلاص، فهذا الدليل إذا كان صحيحا وكان يقضي بهذا الحكم فهذا توجيه صحيح. ثم بعد ذلك أيضا التوجيه الذي يكون للمناطات والعلل، وهذه كتعرفوا شنو فيه، كلكم تعلمون أن في باب القواعد العلة أن توجيه هذا فيه بحور قرون شعاب تعلق. ربما ياتي مثلا المالكي بالكعب بالقوت والادخار فيطلب بالتوجيه، وياتي الشافعي مثلا بالطعام فيطلب بالتوجيه، وياتي الحنفي بالكعب فيطلب بالتوجيه، وتكثر المعارك والبحوث والمناسبات، ويستدعي كل واحد منهم ما يمكن ان يوجه به علته ومناطه الذي تمسك به في البناء. اذا فهذه على وجه الجمله هي الأسس التي يتقوم بها الملك. هذه قد ذكرناها باختصار حتى لا نطيل الكلام ونضيع وقتا كثيرا بالغوص في أعماق هذه الأشياء، كل جزئية تحتاج إلى كلام منفصل. على كل حال هذه هي ملكة الفقه، فمن جمع هذه الملكات وما ألحق بها، أنها توجد أمور أخرى تستلزمها وأمور أخرى تفضي إليها، فإذا جمعت هذه الأشياء كلها فإنه حينئذ يكون الشخص قد قامت به الملكة الفقهية التي يستطيع بها استنباط الأحكام الشرعية وبناء الأحكام الشرعية على وجه يقال في غالب الظن إنه صحيح يرضى به الله تعالى من عباده. هذا ما تيسر ذكره في هذا الشأن، وجزاكم الله خيرا على هذا.